مايك سمعنا صوتك. مسا مسا، مساء الخير والجمال على الفن والإبداع. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زينب مصطفى من برنامج خمسة فن على مايك. معانا النهاردة شخصية جديدة بعدت عن الأضواء حبتين تلاتة كده، لكن رجعت بإيه؟ بعظمة زي ما بيقولوا كده. هنتكلم النهاردة عن الفنان أحمد مكي. أحمد مكي ممثل ومغني راب وكمان كاتب مصري من أصل جزائري، من أب جزائري وأم مصرية. ولد في 19 يونيو عام 1978 في الجزائر، لكنه مضى عمره في مصر مع والدته وأخته. عاش تجربة قاسية أثناء طفولته بسبب الانفصال، وانتقل أحمد مكي للإقامة في مصر في منطقة الطلبية والعمل بعدة أمور من وهو صغير. وبعد إنهاء الدراسة المدرسية بدأ التفكير كويس في الخطوة اللي جاية ومستقبله، فاختار دخول معهد السينما ليكون أقرب لموهبته وهي الكتابة، واختار قسم الإخراج وأكمل دراسته في المعهد العالي قسم الإخراج وتخرج منها عام 2003. وبعد كده انتقل أحمد مكي إلى مرحلة الإخراج، وأول أعماله كان مسلسل قصير من حلقات منفصلة كان اسمه تامر وشوقية، كان في عام 2003. وبعد كده إخراج فيلم الحاسة السابعة بطولة الفنان أحمد الفيشاوي. بجانب الإخراج والتأليف بدأ الظهور كممثل بأدوار بسيطة وصغيرة جدا في بعض الأفلام والمسلسلات، وأولها فيلم ابن عز مع الفنان الراحل علاء ولي الدين كان عام 2001. وبعد كده شارك في ظهور قصير في دور السائق في فيلم الفنان أحمد السقا تيتو عام 2004. وبعد كده بدأ الجمهور يعرفه بعد دور هيثم طبور في مسلسل تامر وشوقية الجزء الأول، وبعد كده دخوله عالم التمثيل والسينما بفيلم اتش دبور كان أول أفلامه وبطولته. وفي عام 2007 شارك الفنان أحمد مكي في الجزء الثاني من تامر وشوقية، وكمان شارك في فيلم مرجان أحمد مرجان وإخراج مسلسل لحظات حرجة. مع بداية 2010 قدم عملين، الأول فيلم لا تراجع ولا استسلام، واللي قدم فيه دورين مختلفين، أدهم الشاب الشرير اللي بيشتغل ضد القانون واللي هيموت في بداية الفيلم، ويظهر حزلقوم الشاب الطيب البسيط اللي هيتحول بدور أدهم ليقبض على عصابة تجار المخدرات. كان ساعتها أول مرة أحمد مكي قدم فيها شخصيتين في عمل واحد، وبعد كده قدم بطولة مسلسله الأول الكبير قوي بأجزائه الخمسة، وقدم فيه دور الكبير والكبير قوي والكبير خالص وجوني وحزلقوم. اعتاد الكثير على فكرة وجود أكتر من شخصية ليه، حتى البعض قام بالتريقة عليه وقال إن أحمد مكي هيمثل مع نفسه، كل ده رغم نجاح العمل بشكل كبير جدا. واستمر في تقديم الأعمال والأفلام والمسلسلات، وكان منها سلمى علي بابا عام 2011 اللي فيها كتير من الخيال، وقدم فيها ثلاث شخصيات مختلفة. وفي عام 2013 مثل فيلم سمير أبو النيل، ما نجحش العمل رغم دوره الجديد ليه، ابتعد لفترة عن السينما لمدة 4 سنين، لكنه قدم مسلسل الكبير قوي الجزء الرابع عام 2014 والجزء الخامس والأخير عام 2015، وفي رمضان عام 2017 قدم شخصية ودور جديد في مسلسل خلصانة بالشيكة. شاركوا في بطولة مسلسل خلصانة بالشيكة عدد كبير من النجوم، وكان منهم شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أسامة. ما اقتصرتش أعماله على التلفزيون والسينما بس، لأ كمان اشتهر كمغني راب، وقدم أول ألبوم ليه عام 2012 كان باسم أصل عربي، ولأنه بيختار كلمات تمس قلب المستمع وفيها كتير من المواعظ والحكم، ورغم أنه بينزلش ألبومات كاملة بس أغاني منفردة في فيديو كليب بسيط، لكنه أثر في قلوب متابعيه بشكل كبير جدا، وبيخلي الجمهور منتظر ومستنيين منه الجديد دايما. كان من ضمن أعماله أغنية أغلى من الياقوت، حققت الأغنية دي أكتر من 2 مليون مشاهدة في خلال 24 ساعة من إصدارها. الأغنية دي من كلمات وألحان شاد السعيد وإخراجه، وقدم كمان العديد من الأغاني قبلها زي قطر الحياة وأغنية آخر شقاوة وأغنية فيسبوكي وأغنية وقفة نصي الزمان، كلها أغاني اجتماعية هادفة حققت نسبة مشاهدة تتعدى الملايين. الممثلة إيناس مكي، اللي ما يعرفوش بقى الناس ان ايناس مكي هي اخت الفنان احمد مكي الوحيده واللي هي اكبر منه ب7 سنين،
وقالت في تصريحات ليها في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا إن أخوها هو اللي رشحها لدورها الشهير في فيلم الحاسة السابعة. كانت أول مرة الجمهور يعرف إن أحمد مكي عنده طفل في ديسمبر عام 2017 لما قال في برنامج أجمد 7 ساعة 7 إنه عنده ابن اسمه أدهم، وقدم له أغنية وقفت نصي زمان، وده علشان يعلمه منها القيم والأخلاق الحميدة. ما كانش الفنان أحمد مكي بيمتلك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وده اللي صرح بيه كتير جداً، وده خلاه يقدم أغنية أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك، بس في عام 2017 عمل صفحته الرسمية. وبجانب حبه للفن، معروف عن مكي إنه بيعشق الطيور وخاصة الحمام، لدرجة إنه عمل عملية جراحية لحمامة مصابة. وأخيراً مشاركة الفنان أحمد مكي في مسلسل الاختيار الجزء الثاني بشخصية يوسف، واللي بيشارك بشخصية مختلفة جداً عن الشخصيات اللي قدمها قبل كده، وبطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار وبشرة وإنجل مقدم وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وأحمد حلاوة وأحمد شاكر عبد اللطيف. وبكده خلصت حلقتنا معاكم النهاردة. كنت معاكم أنا زينب مصطفى من برنامج 5 فن على مايك. استنوني بحلقة جديدة وشخصية جديدة من نجوم الفن في رمضان، وهستنى رأيكم عن الحلقة. استنوني.